ازيك يا ميرفي؟ وحشتيني. ايه اخبارك؟ سمعت انك بتشتغلي دلوقتي. اشتغل في شركه استيراد وتصدير. سيبيهم. ايه ده بقى؟ ده امر؟ حاجه زي كده. زي ما انت ما بتتغيرش ابدا. اسيبهم ليه بقى؟ انا باخد 300 جنيه في الشهر. هتشتغلي معايا وهتاخدي 1000. مش طبيعي ده. هتعرفي كل حاجه في وقتها. عشان خاطرك انت بس انا موافق. زي ما انت يا ميرفت تتغيريش ابدا. عشرين الف بقى بالزمة. مش حرام الفلوس دي كلها تضيع وانت كده؟ عملية تخلص الليلة، مش عايز اي غلط. اطمن يا شيف بيه، كل حاجة هتمشي تمام. انت لسه هتاكل؟ يلا قوم شوف شغلك. حاضر. من عينيا. انت زفت. مش تغسل ايدك قبل ما تمسك الفلوس دي؟ ياه فاتتني دي. انا اسف. لو حصل اي حاجه انا معرفكش. عزمي عزمي. ايوه يا سعاد. ايه مالك؟ لا ابدا، كنت بحط تقرير مهم في الخزنه. انت ايه، مش ناويه تعشينا ولا ايه؟ تاني بتجهز العشاء. طب يلا بينا احسن، عصافير بطني زقزقه. لا بس مش بالطريقه دي، لازم في حرامي. حرامي ايه يا عزمي؟ واحنا حالتنا حاجه علشان يسرقها. انا نازله اشوف في ايه. هو انت غاوي تتعب نفسك؟ لا منتي يا سعاد، انا فوقي نايم. اهو سيبك اهو، انت باين عليك اعصابك تعبانه الليله دي. نام علشان تستريح يا عزمي. يلا نام. سمعتي؟ أكيد في حرامي. نبلغ البوليس؟ إحنا هنستنى لما نبلغ البوليس، أنا نازلة أشوف في إيه. خير يا سعادة الدين، في إيه؟ خير، مفيش حاجة، خش نام أنت. أنام إزاي؟ ده أنا سكيت على صوت دبدبة. خش يا بنت نام. حاضر. جايز قطة دخلت وقعت حاجة، عملت الصوتة. وإذا كانت قطة دخلت وقعت حاجة هتعدلها؟ يا سعاد مفيش حاجة، قلتلك يلا بينا ننام، أنا ورايا شغل. الحق يا ست هان، الكلب ميت في الجنين. إيه؟ لازم نبلغ البوليس يا حزمي. لا مفيش داعي، ندفن الكلب في الجنينة وخلاص. يعني إيه؟ عايز تعدي حكاية زي دي بالشكل ده؟ ما دام مفيش حاجة اتسرقت يبقى خلاص. بالبساطة دي، حرامي يدخل بيتنا ويموت الكلب وعاوز تعديها. ستي عندها حق، البوليس لازم يجي ويحقق ويمسك الحرام. خش نام يا بنت. هو انا هيجي لي نوم، ده انا جدتي كلها تلبشت. برضه مش عايز تبلغ البوليس يا عزمي؟ بصراحه يا سعاد انا مش عايز البوليس يخش بيتي. ليه؟ انت خايف من حاجه؟ مركزي ومركز ابنك وجوز بنتك ما يسمحوش نعمل فضيحه على الفاضي. عن اذنك. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا بيه. يا صباح الفل، يا صباح الكمال، يا روح قلبي. صباح النور يا حبيبي. ازيك عامل ايه النهارده؟ ازيك انت كويس؟ الحمد لله. بقول لك ايه، انا عايز شويه شاي بقى تصبهم لي على طول دلوقتي عشان انا مستعجل قوي. ايه ده انت مستعجل ليه كده؟ طب انت عارفه بقى، ما عارفه يا ساميه، انا اول واحد لازم يكون في شغله. انا عمري ما شفت حد بيحب شغله للدرجه دي. ايه انت ما صدقت ان شهر العسل خلص ولا ايه؟ اولا العمل عباده، وثانيا ثانيا
العسل اللي في حياتي هيفضل موجود طول عمره ولا يمكن ينتهي ابدا. مصطفى، صحيح هتفضل تحبني طول عمرك؟ سؤال خايف والمفروض تكوني عارفه اجابته. طب لو بتحبني بصحيح بلاش تروح الشغل النهارده. ما ينفعش، اجازتي خلصت. خد اجازه تانية، ده يوم واحد علشان خاطري. منظري هيبقى وحش. يعني منظري هيبقى كويس وانا قاعده في البيت لوحدي كده؟ لو البنك فاتح ما كنتيش تقدري ابدا تتاخري على شغلك ولا تمدي اجازتك ولا يوم واحد. البنك حاجه وشغلك حاجه تانية. لا يا حبيبي، الاثنين واحد، ضمير ومسؤوليه، والاثنين دول بقى انا احترمهم قوي. يلا بقى عن اذنك علشان انا يا دوب. ما تتاخرش عليا. من انا يا حبيبي، باي 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 يا قلبي. مدام موجودة؟ مين حضرتك؟ أنا محمود المليجي. ديها واحدة. لا لا، مفيش داعي، مفيش داعي تزعليها. لو سمحتي بس تديها الشريط ده. شريط إيه؟ هي هتعرف لما تشوف. باي باي. يا أستاذ، يا أستاذ. مين يا كريمة؟ واحد ساب لك الشريط ده ومشي. شريط إيه ده؟ معرفش. لازم شريط الفرح. نفسي اتفرج عليه يا ستي. لا، نخلص شغل البيت الاول وبعدين نبقى نقعد نتفرج على مهلنا. هي ساعه زمن وهخلص لك كل حاجه. لا بلاش كروته. عيب يا ستي. ثانيه، هي شغلتك بتكروت ولا هتكروت ابدا؟ طب ما تزعليش. يلا يا كراميلا يلا. اتفضل يا كمال، خد هات عربيتك. ايه ده يا بابا؟ 3000 جنيه؟ ايه كتير؟ طبعا كتير، انا مش محتاج اكتر من 1000، 1500 بالكتير. ما تبقاش عبيط، دول يا دوب يخلصوا لك مشاكلك. كمال يا ابني، انا عارف ان مراتك متعبه شويه ومش عايزك تبان صغير قدامها. بس انا يا بابا ما اقبلش انك تزنق نفسك عشاني. مين قال لك يا سيدي اني زانق نفسي؟ الخير كتير والحمد لله. منين بس يا بابا؟ ما انا عارف البير وغطاه. مالكش دعوه انت، انا بعرف اتصرف كويس. يا بابا بس حط الفلوس في جيبك وما تقولش لوالدتك. طيب يا بابا، انا متشكر جدا جدا. هستأذن انا علشان يا دوب كده الحق ميكانيكي. مع السلامه كده. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا بابا. Thank you.
كده شغلت الشريط من غير ما تندهيلي. معلش يا كريم، بتفرجي عليه لوحدك بعدين، انا هبقى افرجك عليه بعدين. بعدين امتى؟ روحي خلصي شغلك وبعدين نبقى نتفرج عليه مره تانية. بابا ليه بابا يعمل كده؟ الو، ايوه انا، مين اللي بيتكلم؟ انا اللي بعتلك الشريط يا هانم. ايه رايك في هديتي بقى؟ اهدي كده وامسكي اعصابك، لا بعت الشريط للنائب العام وعد ابوكي في داهيه. حرامي ومرتشي، ولا لسه مش مقتنعه؟ اتصلي فورا باخوكي عشان يجي يتفرج على الفيلم بسرعه قبل ما يطب جوزك ويتفرج عليه معاكم. سلام يا حلوه. اهلا يا مصطفى، الحمد لله على السلامه. كله تمام دلوقتي، شهر العسل افراج. ياه، كنت شعرف انك بتكره سامي قوي كده. مش قوي كده يعني، ما انت عارف ان سامي كل حياتي، انما عايزين نشتغل بقى. جاي سخن على الشغل. يا ريت. طب اتفضل، حاسك في رجليك، ادي شروع في قتلي. شروع في قتلي؟ يا سلام يا ريس، يعني الواحد يصوم يصوم وفي الاخر يفطر على بصره. اما انت طماع. صحيح يا مصطفى، انا ما شفتش واحد طماع زيك كده، دي جنان. يا ريس، انا عايز شغل، انا عمري بزهق بالشغل. انت عارف انا عايز ايه؟ انا عايز قضيه يكون فيها واد مجرم صايع قوي، وانا افضل احاصره وامشي وراه لغايه ما اخنقه من رقبته وادخله انا بنفس السجن. يا سلام. ايوه، متحمس قوي حضرتك. طب انا هفكرك، كلها سنه ولا اتنين وهتقول لي زهقت من الشغل. عمري بزهق بالشغل ابدا، بس زهقان انت. طيب يا سيدي ادخل. تمام. ايوه، المتهم محمد عبد الغفار والشهود اللي انت طلبتهم سيادتك. طب خليهم يدخلوا. ايوه كمان، هو حمد ابو غفار ده، من فضلك بقى انا نفسي اشوفه. بقول لك ايه يا مصطفى، بلاش شغل الفضول بتاعك ده، خمس دقايق تشوفه وتتكل على الله على طول، ما تبوظليش القضيه. لا 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 لا. وكلهم كلبشات عسكري واخرج انت بره. افتح ملف القضيه يا سلامه وافتح محضر جديد. الو، اي ها؟ لا طبعا دلوقتي مش ممكن، عندي تحقيق. يا طب خير في ايه للدرجه دي؟ طيب طيب طيب، مسافه السكه هكون عندكم. مع السلامه. سلام، رجع المتهم دلوقتي وخلي الشهود يستنوا، انا ساعه وراجع. حاضر. كمان هو في ايه؟ جرى ايه؟ مفيش، تليفون بس بيقولوا ان ماما تعبانه شويه، فهوصل اطمن عليها وارجع. طب استنى اجي معاك. لا مفيش داعي، خليك انت، واذا احتجت لك حد اطلبك. عن اذنك.